يعني في عملوها مشان ماستر بدروم حتى للاولاد، ما يحطوا اذا قلنا فرنتشر، كنا عم نحكي عن فرنتشر لانه في قسم من الاوضه بنستعمل نحط فيها صوفا او مقعد، ما نحط في لانه بالتخت في عندي ثلاث اتجاهات، يا فيك تجي من جنب التخت تقعدي عليه او من يمين او من شمال او وسط يعني دغري قدام، احسن بهالثلاث جهات من التخت ما يكون في اراد، ما نحط الصوفا والطاوله، نخلي مساحه واسعه يعني نخلي سيركيلاسيون فلويد فلويد يعني لا لانه كمان بتاثر على الحركه الدمويه على كل حال. عدا عن هيك بفتكر كنا حكينا امبارح عن انه نبتعد عن العجقه اكثر شيء فينا بالاغراض الموضوعه وبالمفروشات الموضوعه. واذا كمان اذا في حال كنا بغرفه النوم الحمام كان بغرفه النوم، انا رح فرجي الصوره هلا، شخص قاعد دغري رح يلاقي انه الحمام بوجهه لازم يحط مثل عازل. لاحظتي هون عندنا الحمام بقلب الاوضه، الحمام ما لازم يكون على علم الفانكشن، لازم يكون على نفس الخط اجرينا. هلا في حال كنا محكومين خلص عمرنا وكثير صعب واحد يكسر حمام كل الانستالاسيون، احسن يحط نوع من عازل بين الحمام وبين التخت. هلا عازل في يكون سكرين، في يكون نوع من بارافان للاكسسوار، في يكون نوع ديكوراتيف يا بارافان، يا فينا نحط تلفزيون نعمل لها بيت للتلفزيون من خشب لنخفف عامل الناري من الاكويبمنتس الكهرباء مثل مثل التلفزيون، لانه عاده بالفانكشن بيقولوا لك ما تحط التلفزيون ولا تستعمل اوضه النوم نفس الوقت لتشتغلي، ما تحط اللابتوب والكهرباء بس. عاده هلا ما فينا يعني محكومين مساحه الغرفه، احسن حط عازل بين الحمام وبين يكون عازل من نوع ايرث المنت الخشب، ايرث المنت هو بيعمل توازن لهالطاقه السلبيه. مضبوط. قبل ما نختم جيسيكا بدي اسالك، لا للحمام او الباثروم بالذات خاصه بالماستر باثروم، هل في الوان او باليت الوان من الافضل بنظر الفنكشوي انه نتبعها ونبتعد عن الوان ثانيه؟ هلا للالوان الحمام فينا نستعمل الوان ناريه والوان بارده، يعني حسب هون بيرجع للشخص شو بحب الالوان، بس بعلم الفانك شوي في مواقع معينه لازم نحطها للحمام. هاي بدها تشمل دراسه على الارض، ما فينا درن نجمل الشخص يعني نقول خلص هون حمام لازم يكون بهالمواقع، بيرجع لاتجاه البيت، بيرجع لعوامل كثير. على كل حال نحن كنا عم نحكي عن الاشياء العامه، ولكن بنرجع بنذكر انه كل حاله ولها اعتباراتها، اذا في اشياء ما فيها تتاخذ الا على الموقع أكيد نفسه. اكيد مثلا اذا الحمام انحط، نقول اعطي مثلا علم الفانكشن، اذا الحمام انحط بموقع هو قسم للمالي لهالشخص تيجي يجي اوبورتونيتيز، ما لازم ينحط بهذا القسم، فبالفانكشن بيقولوا لك انه عم بيروح المصاري من ايدك. فهذا بيكون باد المنت يعني اتجاه مش مضبوط للحمام. يعني هو على كل حال موضوع واسع كثير، ولكن نكتفي بهالقدر من المعلومات. ميرسي كثير جيسيكا لإليك، ميرسي لكم مشاهدينا لمتابعتنا، ومنتابع سوا فقرات عالم الصباح.